اللي قدرك بخونك بيخلق عندك رغبة تخون وبيصير بدك دم عيونك تقشعهن بغير عيون. وقت اللي قدرك بخونك بيخلق عندك رغبة تخون وبيصير بدك دم عيونك تقشعهن بغير عيون. تبني على الغلط حياتك وبتتغير من جواتك بتصير برر أغلاطك منك قادر صح تكون. تبني على الغلط حياتك وبتتغير من جواتك بتصير تبرر أغلاطك منك قادر صح تجرح الناس شو ذنبهم يتجرحوا والإحساس بيفقد عندك مطرحه. تجرح الناس شو ذنبهم يتجرحوا والإحساس بيفقد عندك مطرحه. بتعيش عقدة ذنب صراع له قلب بيتغير مفهوم الحب وبيبطل عندك مفهوم. ضميرك بتحطه بخانك اسمها عذبني زماني بتصير ظالم واناني وبذاتي وقت مظلوم. بتعملي ايه عندك؟ سوري يا مامي افتكرتك صاحية. لا انا كنت نايمة وانتي اللي صحتيني. خير في ايه؟ بس كنت بفكرك تكلمي المستشفى. بذمتك انتي عندك دم؟ ما انتي عارفة ان انا بنام بالعافية. داخلة تصحيني عشان تقولي اكلم المستر؟ ما انا قلتلك امبارح اني هتنايل على عيني واكلم المستر. انا بس خفت تنسي. امشي اطلعي بره. مش هتنسي. بره. اسمه تامر. تامر برا.
قتلته. صباحو. شبه أم أوس؟ خايفة على أوس. يا شو صاير علي؟ ما بعرف. ما حكيتي معه امبارح؟ بلا، بس صوته كان مخنوق، وأنا حاسة إنه صاير معه شيء عم يحاول يخبي علينا. شيء مثل شو؟ يا هيفا يا حبيبتي، أنا أم وبكفي أسمع صوت ابني لحتى أعرف إنه ماله منيح. بكرة بيرجع لك بالسلامة وبتعرفي إنه منيح كتير إن شاء الله. جيب لك شي مي؟ هي آخر جملة اللي إياها أخوكي قبل ما يروح. شو قلتي له؟ قلت له دير بالك على حالك، ومن بعدها ما عاد شفته. باي باي. روحي باي. وقعن هون. مستر تامر. هيا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك. انا شيرين مامت شمس عبد الغفور. لا مامتها دي صعبه قوي، اختها ماشي. ميرسي قوي. انا بس كنت جايه علشان شمس كانت عايزه تاخد عندك درس خصوصي. حضرتك اموري تحت امرك. امتى؟ انت شوف الوقت اللي يناسبك. تحب نبدا امتى؟ خلاص الاسبوع الجاي. خلاص ماشي. ميرسي قوي. تبقيني يا فندم، شرفتينا. ميرسي. باي باي. كلمتيه؟ اه كلمته. طب ايه؟ وافق؟ ما قلت لك خلاص كلمته. طب هيجي امتى؟ اول اسبوع الجاي. خلاص ارتحتي؟ سيبيني بقى عشان عندي شغل. باي باي. باي طنط.
كلمته. تهزري؟ خلاص الموضوع خلص؟ بيرفكت. بقول لك جوليا، شو بتقول اسمك؟ مش مشكلة، ما حكيت اليوم بتحكي بكرة، ما حكيت بكرة بتحكي بعد بكرة، بعد في وقت. أصلاً ما بيحط هون إلا اللي راح يبقى وقت طويل. أنا قطعت 240 يوم وبعدها بطلت عد. صارت الأيام بتشبه بعضها. شو جرمك؟ أنا هون لأني قتلت جوزي. وأنت؟ أنا تعموني إني قتلت جوزي. يا رانيا، رانيا، يا رانيا، وين دوا وجع الراس؟ رح موت من راسي. يمكن لأنك تقلت السهرة. كم مرة قلت لك ما خصك بحياتي؟ كم مرة؟ أنت ساهر ما بتفهمي. بفهم كثير منيح. تفضل. الو الو حبيبتي، صباحو. صباح الفل. احسن لك تكوني جبتي الرقم. جبته وبعتهولي كمان في مسج. طيب وحددتي لي ميعاد؟ النهارده الساعه 8 في الكافيه اللي انا وانتي بنتقابل فيه. لو محتاجاني معاكي اوكي. لا لا لا، عايزاكي بس تقعدي تكتبي التعديلات اللي طلبتها منك. اوكي حبيبتي، يلا روحي اكتبي بقى. بامرك يا ست شيرين. يلا حبيبتي، باي. شمس
شمس مش سامعاني بلالك ايه هتضربني هنا كمان؟ مفيش ماما توقفك. انا مش جاي اتخانق معاكي، وجاي اعترف لك ان الخناق والزعيق ما بيجيبش حلول. انا اسف فقدت اعصابي وتصرفت غلط. ممكن نتكلم مع بعض شويه؟ سامعاك. ايوه مش هينفع نتكلم هنا يا شمس، ممكن نروح نقعد في اي حته نتكلم فيها. ما انا مش هروح عندك البيت تاني. مش هنروح عند البيت، اطمني. هنروح نقعد في اي حته انت تختاريها. ممكن يلا. تتركني لحالي؟ بدي اتركك لحتى تعيشي حياتك، لحتى تحققي حلمك ويصير عندك ولد. مين قال لك انا حلمي يكون عندي ولد؟ انا حلمي انت تكون بيو لهيدا الولد. انا ما بجيب اولاد رانيا. بس نحن اتفقنا انه ما نيأس. ما نيأس؟ روحي رانيا روحي. لك لوين بدي اروح؟ لك انا عاجز! اوس ما بجيب اولاد. بس انا بحبه لابس. ما حقدر احقق لك حلمك. متى حلمي؟ ما حقدر اخليك تكوني امي. انت الدنيا كلها. مدام لو سمحتي. مدام اهلا. مدام منى تفضلي. لا لا انا ماني جاي اقعد، انا جبت لك ادله. يوم وقوع الجريمه جمانة بتكون عند الكوافير، ترجع على البيت وتطلب من الناطور يروح يجيب لها اغراض، ولما الناطور بيطلع لها الاغراض على البيت بتكون هي لابسه ومظبطه امورها على اخر طرز، كانه عندها حفله، كانها ناطره حدا. لوين بدك توصلي؟ مش يمكن عم السهرة كرمال علاء؟ لا لا مش ابني هو الضيف المنتظر، لانه ابني كان ليلتها جاي يتعشى عندي، وهي بتعرف جمانة كثير منيح انه علاء ما بيخلف بوعده معي. مدام منى الفكره انه شو الفكره؟ الفكره انه ابني رجع بالوقت الغلط للمكان الغلط. جمانة ما كنت متوقعه انه ابني يرجع هديك الليله، بشوفها باحضان رجال تاني، ما بيكون قدامها غير انه تقوصه تقتله. طيب رح اجي معك. عم نقول في شخص ثالث كان وقت وقوع الجريمة. ايه اكيد. وين هو هيدا الشخص؟ تسألني لالي؟ هيدا شغلك. نقعد هنا؟ سامعك. باختصار جدا يا شمس، انتي بنتي الوحيدة وانا بحبك قوي. انت عارف ان دي اول مره تقولي ان انت بتحبني؟ ساعات بيبقى جوانا حاجات يا شمس، صحيح ما بنتكلمش عنها مع الناس، لكن بنبقى حاسينها جدا. بس انا عمري ما حسيت ان انت بتحبني. عندك حق، انا نفسي ما كنتش عارف ان انا بحبك للدرجه دي لحد ما خسرتك وجات والدتك وخلتني ما اقدرش اشوفك تاني. يا ريتها عملت كده من زمان. هي اصلا مش من حقها تمنعني ان انا اشوفك. يعني انت من حقك تضربني؟ ممكن تديني فرصه اثبت لك ان انا اتغيرت؟ نفتح صفحه جديده وننسى اللي فات. نشوف. شوف.
بعدك لهلا ما قلتي لي شو اسمك. انت شو بدك مني؟ على فكرة انت اخدي فكرة غلط عن السجن، مفتكرة انك لوحدك ولك حتى وحدك بيتحكموا فيها. اول شي بيطلبوا منك هو انك تحكي، بعدين قد ما حكيت وصرخت بيبطلوا يسمعوك، حتى حواسك الخمسة بتتعب معك. عموما انا اسمي احلى. مش فاكر اسمك جوليا صح؟ امبارح كان اسمي جوليا، اليوم اسمي احلى. حبيبة قلبي، النهارده كان يوم حلو قوي، احنا ليه ما بنعملش كده كتير؟ عشان انت ما كنتش بتبقى فاضيلي. ايه رايك بقى؟ من هنا ورايح انا ما ورياش اي حاجه غيرك. اوكي. خلي بالك من نفسك، ولو احتجتي اي حاجه في الدنيا هتكلميني. ايوه. باي حبيبتي. باي. انا شميت ريحه سجاير نتنا كتير، الغالي منها والرخيص، بس ما شميتش زي دي. يمكن عشان دي سجايرك، ولا عشان دي ريحه نفسك وطبعك النتن اللي بيخرج مع كل نفس. ممكن اعرف ايه اللي جايبك هنا؟ انا هعتبر نفسي ما سمعتش اي حاجه من الافتتاحيه المعفنه دي. انا جاي اقول لك حاجه واحده بس، احنا لازم نقعد مع بعض ونتكلم بخصوص الشمس. الموضوع مش محتاج كلام، الموضوع محتاج فعل انك تتصرف كأب مسؤول. ده على اساس يعني ان انتي بتتصرفي كأم مسؤولة؟ اه طبعا، بس ما اقدرش اقوم بدور الأب والأم في نفس الوقت. بسيطة، نعمل لك عملية وتبقي الاتنين في بعض. ايه الدراما العالية اللي انتي عايشة فيها دي؟ كريم، انت آخر مرة زرت الشمس في الجامعة امتى؟ خدتها كم مرة خرجت بيها في أي مكان؟ ولا وديتها سينما؟ أظن يا كاتب يا مؤلف يا محترم يا عاقل، أنت عارف كويس جدا إن بنتك في مرحلة صعبة، سن مراهقة على ما أعتقد، ومحتاجة أب تتسند عليه وراجل. ما هو ده اللي أنا بحاول أعمله. لعلمك بقى أنا لسه راجع مع شمس من مكان جميل جدا، قعدنا شربنا حاجة واتكلمنا وقضينا وقت زي الفل. شفتي بقى إنك مفترية وظلماني دايما؟ أه فعلا ظلماك. مش معنى إن أنت خرجت مع شمس مرة واحدة يبقى أنت قمت بدورك كأب. وللأسف ما عنديش وقت أضيعه عشان أعلمك إزاي تكون أب صالح، لأني فقدت الأمل فيك. بس يكون في علمك يا كريم، لو فكرت يا كريم مرة واحدة إنك تضايق الشمس أنا مش هسكت لك، وللأسف النهاية اللي هتكون بينا مش هتبسطك قوي. بقولك يا أستاذة، ما تخليكي في الإخراج بتاعك وتسيبي كتابة الأدوار دي لي أنا. من غير ما اقولك؟ انتي ناسيه ان ابويا ولا ايه؟ لا انا مش ناسيه، بس انتي اللي نسيتي البهدله اللي بهدلها لك بحجه ان ابوكي برضه. في ايه؟ ما ينفعش تشوفيني مبسوطه؟ لازم تشوفيني تنكدي عليا؟ اه
هو قلبك عليا؟ محدش يقدر يقلبني عليكي. بصي يا شمس، اذا شايفه ان هو الاب المثالي ويصلح انه يكون اب، خليكي يا حبيبتي ماشيه وراه واسمعي كلامه، بس ما ترجعيش تعيطي بقى لما يرجع زي الاول. وبيفتكري كلامي ده كويس. في يا مامي، هو انا عدوتك؟ ما ينفعش يكون عندي اب يحبني ويخاف عليا. انا اسفه يا حبيبتي ان انا بوعيكي اللي هيحصل بعد كده، وانت حره في اللي انت عايزه تعمليه. وجهة نظرك كمخرجة، المشهد مش كان ممكن يبقى له قفلة أحسن من كده؟ ولما أنت عارفة نهاية الفيلم بتطولي على نفسك السكة ليه؟ لعلمك أنت مش أحسن منه بكتير. أنا بقولك بس عشان ممكن تندمي بعد كده. بتهدديني؟ لا مش قصدي، انا بس بقولك يمكن حاجة تتغير. خلصتي؟ انتي نازلة؟ عندي ميعاد مهم. جيتي ليه؟ جيت عشان كنت عايزة اطمن عليكي، وبيحطي تحت الكلمة دي مليون خط، وافتكريها كويس. باي. انت فيك تهربيني من هون. انت قوليلي وين طالع عبالك تروحي؟ شو عم تحكي؟ طبعا بيقدروا يخلوا جسمنا محبوس هون، بس ما بيقدروا يخلوا عقولنا محبوسه. انا كل يوم بمطرح. اليوم انا طالعة فرعية. بشدني شدي برا، يعني في تلج علي. واليوم نزلة اتشمس على البحر.
ما تغمضي عيونك، تضلك تشوفي. هي وين رحتي؟ ما تروحي لبعيد من اول مره حتى تعرفي ترجعي وما تضايقي الطريق. صار وقت الاكل. عايه بس بقالي نص ساعه مستنيه البيه، ايه المواعيد الزباله دي؟ ما تشتغليش محاميه عنده، كلميه دلوقتي وقولي له لو ما جاش في خلال 5 دقايق يبقى ما يجيش احسن. يلا باي. لو سمحت ممكن اشيك من فضلك؟ اهلا وسهلا بحضرتك، نورت. اهلا بيك. تحب تقعد فين؟ والله بقعد وين ما كان، ما في مشكله. كم فرد حضرتك؟ انا لحالي. تفضل. شكرا لك. المفروض انك تحترم مواعيدك لو كنت عايز تكون ممثل ناجح. تفضل انت. عفوا عم تحكي معي؟ يعني هو انا المفروض اقعد استناك كل ده؟ ليش؟ مين انت؟ وكمان بتسالني مين انا؟ اتفضل اقعد. والله عم تحكي معي؟ اه بتكلم معاك انت. اتاخرت جدا، اتفضل اقعد. اتفضل شادي. مرحبا. اهلين استاذ سامي. في اخذ من وقتك شوي؟ اكيد. تفضل تفضل ارتاح. شكرا. بصراحة أنا بحياتي ما تدخلت بين أوس ورانيا. كنت دايما أكون حياتي. كنت أتركهم يحلوا مشاكلهم مع بعض. إيه. إيه بس هلا اختلف الوضع. ما عم في يشوف اختي عم بتموت على البطيء قدامي بدون ما اعمل اي شيء. انا معك بكل شيء عم تحكيه، صدقني. مشان هيك انا جيت لعندك. بس يرجع اوس بينحل كل شيء اكيد. صدقيني ما في حل الا الطلاق. الفيلم بيتكلم عن شاب سوري هاجر لمصر بعد الأحداث الأخيرة والحرب اللي حصلت هناك. بيجي على مصر طبعاً بيقابل مشاكل كتيرة، بيبقى لوحده لغاية ما بيتعرف على بنت بيحبها. بيقرر إن هو يتجوزها، تبدأ حياة جديدة معاها. من هنا بتبدأ الأحداث. هو أنت معايا ولا سرحت رحت في حتة؟ أنا بس حابب أقول لك بصراحة أنا ابتديت تصوير مع ممثل سوري قبلك، بس للأسف مش هيكمل معايا لأنه ممكن يصلح يكون أي حاجة غير إنه يكون ممثل. المشكلة بس إن إحنا محكومين بوقت، يعني لازم نبتدي تصوير في أسرع وقت ممكن لأن الفيلم هيتعرض في مهرجان دولي قريب. بس أنا بدي أنا عارفة طبعاً الوقت مش في صالحنا، بس ما تخافش أنا معاك. أنا مالي خايف. طب كويس. عموماً ده النص عايزاك تقراه. هكتب لك رقم تليفوني وهستنى منك تليفون بكرة، بس يا ريت ما تتأخرش على الساعة 10 بالليل، لا تقدم دقيقة ولا تأخر دقيقة عشان بحب المواعيد المظبوطة. على فكرة أنا مالي الممثل اللي عم تدوري عليه، وأنا أصلاً ماني ممثل. عارفة، والممثل اللي كنت قاعدة مستنياه قاعد وراك هناك، بس أنت برضه هتكون بطل فيلم.
الا ما قلتليش انت اسمك ايه. أسامة. تمام، هستنى تليفونك يا أسامة. يلا باي. بس هذا مو لقلي. ده كان على الترابيزة حضرتك عندي. شكرا. شمس قضيت معاها اليوم كله، كان يوم جميل قوي والله. كويس، وعلى كده جبت فلوس؟ جبت فلوس. وهي الحكايه بالسهوله دي؟ مش لازم يبقى في تصعيد درامي حقيقي عشان الموضوع يبقى مقنع؟ تصعيد ايه يا ابو تصعيد؟ بقول لك انا بطرف في الشارع وانت رايح تطور لي مهمتك في الحوار مع شمس. بقول لك ايه يا كريم، ما تجيش تعمل كاتب عليا. عايزاني اعمل ايه يعني؟ خليها تسامحني بالإكراه. أنا عملت اللي عليا وزيادة كمان. كل اللي علينا دلوقتي إن إحنا نستنى ونشوف إيه اللي هيحصل. نستنى ومال؟ وعبال بقى ما شمس تحن علينا وتدينا فلوس. هنصرف منين؟ هتتصرف إزاي؟ ماشي. أنزل أكسر لي خزنة ولا أسرق ولا أعمل أي بلوى. وهي دي أول مرة تسرق يا كريم؟ ولا أنت ناسي يا حبيبي إنك حرامي ورق؟ أنت ما تعرفيش أنت بتتكلمي مع مين؟ انا ما اسمحلكيش تتكلمي معايا بالطريقه دي. والله ضحكتني. بقول لك ايه، قصر وهات من الاخر، وشويتين دول يا كريم تروح تعملهم على حد غيري. هو انت ناسي انا مين؟ انا مراتك فوق يا كريم. انت تروح تدور لك كده على ورق من اللي انت بتقول انك ما بتسرقهوش وتظبطه وتروح تقدمه لحد. حد مين يعني؟ وهي شيرين سايبه لنا حد ولا اي حد عشان يشتغل معاه؟ يبقى تروح لحد هي ما تعرفوش. بتوع البطاطا مثلا؟ هو في حد في مصر كلها ما يعرفش شيرين زكي؟ يبقى تروح لعدوها؟ اوعى بقى تقول لي انها ما عندهاش اعداء ولا ايه؟ ذنبهم يتجرحوا والاحساس يفقد عندك مطرحه. بتعيش عقدة ذنب صراع له قلب بيتغير مفهوم الحب وبيبطل عندك مفهوم. ضميرك بتحطه بخانة اسمها عذبني زمان وبتصير ظالم واناني وبذاتي وقت مظلوم. تبني على الغلط حياتك وبتتغير من